ويلاه كانت سابقا موضوع ان الخيل لا يمكن التنبؤ بما ستفعل. فلو الحصان فجأة جفل جفلة قوية خاصة الجفلات اللي عكس المكان اللي يبغى مثلا تذبه بس مسارة وتخبها من خلال حصاني فجأة غير اتجاهه تماما يسار او ورا محاولة للهروب عن الشيء فبطيح يخلق توازن سواء بسرج او حتى بدون سرج بشكل اصعب او اقوى حتى. شو تثبت نفسك في لحظة ما انت متوقع؟ يعني انا مش دراني الحصان وش بيسوي في اللحظة البلعنية، فكيف اثبت نفسي بثواني عن السقوط على الحصان؟ المبلغ التالي، اولا هو لما يحاول يطيحك يسوي شيء بالضبط، والدعوة انك انت بتسوي شيء مخطط له بجسمك قدر ما انه هو عشان يطيحك او عشان يسوي الحركة اللي بيسويها سوى ثلاث: سحب قوة عكس او فضة وراح عكس او تكة وراح عكس. انت مواكبتك للثلاث تخليه يفشل فيما اراد فعله ثم تطيح. يعني انت شو اللي خلاك تطيح؟ قوة الحركة اللي سواها او سرعتها او فجأك فيها. طب لو تحكمت برقبته اثناء فعل للشيء هذا تحكمت بتوازنه ففشل في فعل ما اراد فعله، ما طحت، ما اخترت وزنك. رقم واحد. رقم اثنين، لو كان مدرب زين المفروض انك تقبل الاشياء هذه قد صارت له في اوضاع اخرى. يعني اثناء الجود لما سويت البودكاست بالثقه حاول يهرب عكس الشيء المخيف رديته وتحكمت بتوازنه. لما جودت على جنب الجود العزف حاول يخاف من شيء معين او حاول يروح الخيل الى اخره تحكمت فيه عن طريق رقبته وتحكمت بتوازنه فقتل توازنه ووقفه. فالحصان يكون قد مر في مواقف حاول يسوي فيها حركات مفاجئه ومواكبتك له خلت الحركة المفاجئة هذه يفشل في فعله ويوقف محله. فيصير مستقبلا حتى لما ينوي يقمص أو ينطلق أو يروغ عكس الشيء اللي بيصير نفز عند الشيء. فأولا مفروض لو تعاملت مع رقبة الحصان صح تمتص جزء كبير من اللي حاول يسويه فما يختل توازنك بنفس الشكل اختلال توازن الشخص اللي تعامله أثناء نفس الحالة خاطئ. ثانيا لو كان نفس الحصان مر بمواقف صعبة زي هذه أو أصعب وعرف مدى تحكمك فيها اذا في الموقف هذا لن يحاول اسقاطك عن طريق الهروب تماما لانه بيعرف انك بتتحكم فيه في نفس الموقف زي ما تحكمت فيه في مواقف اصعب. فببساطه لو كنت متعامل مع رقبه الحصان بشكل صحيح في اللحظه اللي فز فيها فزه قويه لما استطاع فعل 70% مما اراده فعله، مما يعني ان 70% من اختلال توازنك سيختفي.